السلام عليكم أخ وليد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتحكي مع بتكلمك أختك أميرة من فلسطين. اتفضلي، ربنا يبارك فيك. ازيك؟ الحمد لله والله والله يا بخير أخ الحال، الحمد وليد، لله. والله يا أخ وليد كل الاحترام لك وبارك الله فيك. والله أنت أجلدت الشيعة، كان أنت ولا محمد صابر أو أشرف غريب، كل الاحترام لكم عن جد. والله إنكم أنتوا رافعين رؤوسنا فوق فوق، سبحان الله سبحان الله. كم ألف شيعي ما يطلع منهم 20 واحد يثبت دينه، يطلع حديث واحد بس؟ ما فيش ولا فيش، حديث ولا لا حديث يوجد. ولا طب حديث. والله العظيم يا أخ وليد، اليهودي لما تسأله عن دينه هذا بيطلع لك 100 واحد يحكي لك، يعطيك أحاديث عن عن دينهم، طبعا طبعا، وشاطرين يقولوا الحسن والحسين وعلي وآل البيت. طب اعطونا احاديث، انت ما بتحكي معاهم كلمه يا اخي الا بقول لك مكتوب عندنا في الحديث البخاري. طب نعم. وانت شو دخلك في الحديث البخاري؟ شو دخلك؟ شو يعني دخلكم في الحديث البخاري وصحيح مسلم؟ احنا بدنا من كتبكم، نعم بحار الشياطين، نعم بحار، طلعونا من بحار الشياطين بتوعكم. نعم اول والله ما بتحكي معاك اخي وليد بيطلع لك من جوجل، دينهم نعم. جوجل، ولما دينهم بيجيب مش من دين حقيقي، لما دين بيجيب من جوجل هذا. جوجل بيجيب يعني جوجل بيجيب أي أحاديث فبتطلع من عند أهل السنة والجماعة. وانت نعم تعرف، وانت تعرف اخ وليد انه جوجل هذا في اشياء في صح واشياء في غلط. صحيح. وكل ما بيحكي معاك استنى استنى ادخل على جوجل، انا مش فاهم. وانت دينكم دين جوجل يا عم؟ اعطونا حديث من عندكم شيء. عيب عليهم، من حد ما بعتت، من حد ما بدأ البث عندك ما شفنا حديث صح، بس يشتموا عائشة. طب والله العظيم عائشة هذه قهراهم قهر، نعم استمر والله. اشتموا في عائشة، والله نعل عائشة حيضل على رؤوسكم ليوم القيامة إن شاء الله، أيوة والله، أيوة والله، جزاكم حيضل خير. على رؤوسكم وعلى معممينكم ليوم القيامة. لو بتستحوا يا شيعة، لو عندكم ذرة الشرف، لو عندكم ذرات شرف كان بتثبتوا دينكم وبتورجونا مين هو دينكم، مش تدخلوا دغري انا طالع من غرفة عائشة. هيسأل اختك وامك واهلك من وين طلعوا يا ابن المجهول، النار المستعان. يا مجهولين انتوا، انتم اصلا كلكم مجهولين. على رؤوسكم ايه قاعد عائشة، وعمر قاعد على رؤوسكم، وابو بكر قاعد على رؤوسكم كلكم، وآل البيت بريئين منكم. أصل الحسين ما كان هيك، الحسين رضي الله عنهم بريء منكم وبريء من مذهبكم النجس المجوسي الإيراني. أي والله. أيام صدام كان دايس عليكم، صدام كان حاطط نعله على رؤوسكم، هلا صرتوا رجال؟ رجال كبرتوا؟ ما شاء الله عليكم. بس إن شاء الله والله لا يجيكم واحد أكثر من صدام، وشوف شو راح يعمل فيكم إن شاء الله. الله المستعان، بإذن الله. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم. بس دو بس يا اخي وليد بدي منك طلب شيء، طلب اتفضلي. واحد. لما يقعد يشتم في عائشه انا بدي تعطيه، يعني تاخذنيش في الكلمه زي محمد صابر، اعطيهم ورجيهم من عائشه ومين انتم. ان شاء الله ان شاء الله. لا تسكت لهم، انا مش بقولك تغلط، بس ورجيهم وين غلطهم، يعني هيك بدي تفضحهم، افضحهم في مذهبهم، افضحهم ان شاء الله. جزاكم الله خير، لعنهم الله. الله يعزك. انا بس بقول شيء واحد، لعنهم الله ولعن كل معممينهم ومراجعهم، ربنا يهديهم. الله المستعان، بارك الله فيك اخي، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير. يسعدك. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام.